النهارده اللي موجودين معانا هما ناس كانوا معانا قبل كده كتير، او ناس جداد علينا، ولكن بداوا ياخدوا تنشيط التبويض، بداوا يعرفوا السبل الصحيحه والطبيعيه ولكنها ما جابتش النتيجه معاهم، فبداوا ياخدوا منشطات للتبويض ولكن للاسف لم يحدث الحمل. ايه الخطوات اللي نقدر نعملها بقى علشان نوصل لنتيجه بقى صحيحه؟ لاننا زهقنا، قدمنا شهور بنتابع، شهور بناخد منشطات وما حصلش الحمل. تعالوا نعرف ايه هي اهم حاجات لازم ننتبه ليها، وهما 6 امور فقط. يلا بينا نعرفهم ونشرحهم بالتفصيل. معاكم النهارده دكتوره ريام الشايل، اخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري من طبيبتي. اهلا بيكم، شكرا لكل كلمه حلوه قلتوها ولكل حاله من حالاتنا اللي حملت على ايدينا او كانت سبب انها تطمن حد تاني، وان الموضوع باذن ربنا سهل باذن الله. النصيحه اللي هنقولها النهارده والله هي بتتقال بكل امانه، لان الموضوع للاسف ما بيتمش كده، وكتير من السيدات ما بيحصلش ان هم يكونوا فاهمين ان دي اهم خطوات. اول واهم خطوه هي ان يكون عندنا تخطيط كامل عن كل دور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بصوا، حالاتنا في العياده وحالاتنا حتى الاونلاين عندنا تخطيط كامل عن كل دور. الدوره دي احنا تابعنا فيها التبويض اليوم كذا، واستمرينا اليوم كذا، وخرج لنا عدد كذا من البويضات، والعدد الكذا ده كانت مقاساته كذا وكذا، وادينا حقنه تفجيريه او ما اديناش، وشفنا اللي حصل انفجار ولا ما حصلش، وجرعه الحقنه التفجيريه كانت قد ايه، كانت حقنه واحده ولا حقنتين، وعملنا تخطيط كامل عن دوره، عن نتيجه هذا المنشط. ما هو معلش، انا لما بتجيلي حاله تقول يا دكتوره انا خدت منشطات كتير، انا اديني 3 سنين باخد منشطات، انا اديني 2 سنين باخد منشطات، اديني 4، طب النتائج كانت ايه؟ طب اسامي المنشطات اللي كنت بتاخديها كانت ايه؟ طب كان بتحصلي على كام بويضه؟ طب كان بيحصل انفجار ولا لا؟ لا يعني احنا تقولي لا معرفش. طب ليه ما تعرفيش ليه؟ اصلا ما كانش بيتقال لي، كان بيتقال لي اي مدام كويس وخلاص، مفيش حاجه اسمها كده. ارجوكم انتوا كده بتضيعوا وبتهدروا علينا وقت احنا هنعيده من اول وجديد، بعد ما كنا هنبني على شغل السنتين دول ونبدا ناخد خطواتنا بشكلها الطبيعي، التقدم الطبيعي بتاعنا. للاسف هنلاقي نفسنا بنعيد تاني السنتين دول. هو طبعا مش سنتين، يعني دايما مده البحث عن الحمل بنتكلم في 6 شهور لو هندي منشطات وهتبقى عندنا دورات ناجحه. فارجوكم يعني معلش، تعالوا على نفسكم، اسالوا اطباءكم، قولوا لهم طب احنا خدنا منشط اسمه ايه، سجليه انت كده، لو الدكتور او الدكتوره ما بيسجلوش سجليه انت كده مع نفسك، احفظي كده شهر الفلاني كان عندي كذا. في حالات جات لي عامله كده، في حالات جات لي اتفرجت على الدروس بتاعتنا والفيديوهات وجولي بعد ما كانوا مسجلين كل حاجه. وعايزه اقول لكم في حاله كانت بعتالي PDF، بعتالي كده ورقه كامله فيها كل سنه، يعني رحله سنه كامله، وبتقولي السنه دي حصل فيها ايه، واكتشفنا ان فعلا في خلل عندها في انفجار البويضات، ودي كانت اهم خطوه في العلاج وهي التشخيص. رقم 2، وده سر من اسرارنا الطبيه والمهنيه واللي كتير برضو مننا ما بيقولوش، في حاجه اسمها مقاومه. يعني ممكن اننا ندي المنشط النهارده الدوره دي يدينا نتائج، الدوره اللي بعدها ندي نفس المنشط ما يحصلش ليه نتائج، برغم ان الطبيعي ان في حاجه اسمها سوبر ادت، يعني ان الاوجمنتيشن او يحصل ان يبقى في احسن تاثيره احسن الشهر اللي بعده، لكن في حالات للاسف شفناهم، شفنا معاهم هذه المقاومه، ان نفس المنشط نفس البروتوكول بنفس كل حاجه نديه الشهر اللي بعده ما يديش هذه النتائج. فساعتها احنا لازم نغير التنشيط، لازم نرتاح، لازم يكون في توصيات طبيه مهمه حسب كل حاله. عشان كده ده الكلام اللي بنعمله مع كل حالاتنا، كانت حالات العياده او حالاتنا الاونلاين، لازم يكونوا فاهمين ان في حالات بنقول لهم ستوب، لا انت مش هتاخدي اي منشطات الفتره اللي جايه، او هتاخدي منشط الفلاني، او هنريح الفتره العلانيه، لازم يكون عندنا هذه المعلومه. رقم 3، يعني ارجوكم ما ينفعش يكون بناخد تنشيط قدمنا 6 شهور بدورات ناجحه. يا دكتوره خلاص تابعنا وعرفنا ان الدورات ناجحه وان في تبويض بيحصل، والتبويض بيحصل بشكل كامل وناجح وما حصلش الحمل. ما هو يعني منطقي، لازم يكون في بقى خطوه اخيره، خطوه مهمه جدا اسمها خطوه الانابيب. لازم نعمل اشعه بالصبغه على قنوات فالوب. اشعه الصبغه دي قصه ثانيه لازم بقى نحكي عنها، ونحكي عن الكلام اللي بيتقال عليها دلوقتي وعن التحسس والكلام ده كله ان شاء الله هنتكلم عنها في درس منفصل، ارجوكم اسمعوه لان مفيش داعي ابدا للقلق اللي موجود. فلازم يكون في نطمن ان القنوات والممرات دي سالكه وشغاله بشكل صحيح، والا احنا محتاجين اننا نعرف لو في خلل فيهم، لان في تبويض وما بيحصلش حمل فايه المشكله. طبعا ده على اعتبار ان احنا عاملين يعني الخطوه رقم 4، وهي خطوه تحاليل الزوج، اننا عارفين ومتاكدين ان تحاليل الزوج تحاليل جيده جدا ومفيش فيها اي خلل طبي، او انه بيخضع للعلاجات بشكل منتظم والنتائج للعلاج بتدينا نتائج صحيحه وكويسه. خطوة رقم 5، احنا عملنا الخطوات دي وفي يعني مفيش نتائج. نرجع بقى لدرس مهم وهو الخطوة رقم 5، وهو اهم نقطة لازم تنتبه ليها، ان في امور بتعمليها وانت مش واخدة بالك للأسف بتؤدي الى تأخر الحمل، بتؤدي الى مشاكل في حصول الحمل.
هذه الامور هي موجوده في درس كامل بنتكلم فيه عن 6 خطوات لتسريع حدوث الحمل، فانتبهي لهذه الامور وخليها في اعتبارك. واخر خطوه هنتكلم عنها النهارده خطوه رقم 6، وهي ان كل ده ما جابش نتيجه وهذا التنشيط ما حصلش معاه حمل، ساعتها بنلجا الى الخطوه الاخيره لينا كاطباء وهي خطوه الاخصاب المساعد بكل انواعه، سواء كان التلقيح الصناعي او الحقن المجهري او طفل الانابيب او ايا كانت الخطوات اللي انا هنشتغل عليها. فلازم نكون فاهمين ان دي باراده طبيه او بارشاد طبي فقط، ما ينفعش انها تكون من اختيارنا او من نفسنا، وحتى لو من اختيارنا او من نفسنا لازم ايضا يتم مراجعتها بشكل طبي صحيح عشان ناكد الحاله دي هتبقى صالحه او هتبقى مدينا نتائج ونسب نجاح عاليه وكويسه ولا نسب نجاحها ضئيله جدا جدا، ويبقى فاهمين احنا متوقعين ايه من النتائج. درس مهم وبسيط وسهل وخفيف، اتمنى لو في حاجه علقت معاكي وفي امور من هنا عملتيها وكانت سبب في نجاح الحمل اذكريها في التعليقات وشاركينا، وطمني كل البنات والسيدات وقولي لهم ان الموضوع سهل وبسيط، وارجوكم ما تهلكوش نفسكم، ربنا سبحانه وتعالى عنده الرزق وهو خير الرازقين، فدايما خلوا ثقتكم في ربنا مهما كان دينك مهما كانت انتماءاتك، خلي دايما ثقتك في ربنا سبحانه وتعالى ان الصالح هو اللي هيحصل وهو اللي هيتعمل ليكي. وطبعا نبادي كل بقى اراء الناس وافتاءات الاخرين لانها للاسف بتعمل لنا ارتباك كده وبتخلي دماغنا مش موزونه، فيعني بدعي لكم بكل الصحه والسعاده والسلامه والتوفيق وبنونه صحيح وسليم وعافى باذن الله. لو درس ده فاتك اضغطي علامه اللايك وصليه لناس ثانيه خليهم يستفيدوا، وطبعا شاركيه مع كل اللي تعرفيهم حتى ولو بان انت تعرفيهم معلومات فقط، واشتركي معنا في القناه لو لسه جديد علينا، ده شيء هيشرفنا ويزودنا ويزود عائلتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.